خليني بقى دلوقتي استعرض معاكم بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وهنبدا جولتنا من محافظه القاهره وشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات بسيطه وغير مؤثره، وبامتداد الشارع لحد محطه غمره بتظهر سيوله مريه، ومن غمره لمدينه نصر بتشهد بعض الشوارع كثافات مريه، وعلى الاوتوستراد في سيوله مريه نسبيه بتزيد بعد شويه للقادم من مناطق حلوان الى المعادي والمقطم. كذلك الامر في بعض الكثافات البسيطه اللي بيشهد كوبري اكتوبر كثافات مروريه للسيارات قدام القادم من الجيزه باتجاه مناطق وسط البلد، وسيوله مريه ايضا في الاتجاه العكسي، لكن ظهرت بعض الكثافات النسبيه للمتجه من ميدان التحرير الى مدينه نصر وبمحور النصر وصولا للمنصه. هنروح معاكم في جولتنا لشوارع الجيزه وتحديدا من شارع السودان اللي بيشهد سيوله مريه، وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل لجامعه القاهره هناك في بعض الكثافات المريه. الدقي بتشهد الطرق هناك سيوله مريه لحد كوبري قصر النيل وميدان التحرير، وبتظهر كثافات كبيره على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لكوبري ثروت لحد شارع احمد زويل، هناك هتكون بعض الكثافات البسيطه، لكن ظهرت سيوله مريه في محيط ميدان النهضه وصولا الى اشاره بين السرايات، وفي كمان كثافات في شارع فيصل. وهنروح معاكم لمحافظة الإسكندرية وعروس البحر المتوسط، وزي ما احنا شايفين هنلاقي بعض الكثافات موجودة عند شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي، كمان في كثافات في المنطقة المحيطة لكوبري ستالي، وكمان في كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما بقى الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرية لكن نسبية. ونكمل جولتنا المرية ونروح لمدينة أسوان وهتابع الحالة المرية هناك، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافة مرية لحد ما نوصل لمحطة القطر. وكده خلصت جولتنا في أحوال المرور، تعالوا مع بعض نتابع بقى متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة، وهنبدأ معاكم الدولار الأمريكي وسعر البيع 18 جنيه و31 قرش وسعر الشراء 18 جنيه و21 قرش، اليورو سعر البيع 20 جنيه و11 قرش وسعر الشراء 19 جنيه و99 قرش، الجنيه الاسترليني سعر البيع 24 جنيه و6 قروش وسعر الشراء 23 جنيه و92 قرش، فرنك سويسري سعر البيع 19 جنيه و80 قرش وسعر الشراء 19 جنيه 68 قرش. والريال السعودي سعر البيع 4 جنيه 88 قرش وسعر الشراء 4 جنيه 85 قرش، الدينار الكويتي سعر البيع 60 جنيه و20 قرش وسعر الشراء 59 جنيه 79 قرش، درهم الاماراتي سعر البيع 4 جنيه 98 قرش وسعر الشراء 4 جنيه 95 قرش، اما اليوان الصيني فسعر البيع 2 جنيه 87 قرش وسعر الشراء 2 جنيه 86 قرش. ومكملين معاكم فيها كمان لاسعار الذهب، لان طبعا احنا تفاوت اسعار الذهب يوميا، هنقول النهارده ان سعر السوق لعيار 18 836 جنيه، عيار 21 975 جنيه، عيار 24 1114 جنيه، والجنيه الذهب وصل ل 7800 جنيه. نطمنكم على حاله الجو النهارده، بس الجو حر لان لسه في ارتفاع في درجات الحراره، والجو النهارده هيكون شديد الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، في كمان اتربه عالقه على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء، ده غير كمان في نشاط للرياح على السواحل الشماليه الغربيه، درجه الحراره في القاهره النهارده 38، واعلى درجه حراره هتكون في الاقصر 42، واقل درجه حراره هتكون في مطروح 26 درجه، هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شويه.